أنا عايز أسأل حضرتك دلوقتي عما تراه في شوارعنا وميادنا، كيف ترى بعين فنان؟ أرى بحزن شديد، بحزن شديد جدا، يعني بالذات اللي عاش زي حالاتي كده سن طويل فمر بمراحل. أنا مريت بمراحل. أنا فاكر كويس جدا إن أنا زوجتي الدكتورة سرية صدقي كانت ما كانت في الكلية، باباها كان وزير الزراعة، فقال لها يا سرية لو أنت عملتي تقدير كويس أنا هسفرك لندن. هو دارس في لندن وبعتها، فلما راحت هو بقى طبعا بالنسبة له هو ومامتها دارسين في لندن، فعندهم لندن دي يعني هي القبلة بقى. فلما رجعت بقى له شفتي بقى لندن، أنا شايفها في الشارع ورق وحاجات مرمية في الأرض. فيشوف الكلام ده كان في الستينات، شوفين احنا السنة دي بنتكلم على ايه. فللأسف أنا حزين جدا للحالة اللي احنا وصلناها، وبرضو أرجع تاني وأقول إنه السبب هو الإهمال ونفي المواد الفنية والثقافية واللي بتعلم ثقافة العمل في مدارسنا. أنا ما شفتش أي بلد في العالم، في العالم حتى يعني في البلاد البسيطة قوي ما فيهاش مادة تربية فنية وتربية موسيقية. أيوه أيوه. ولذلك هو احنا دلوقتي بنولول على موسيقى المؤتمرات ولا بتاع مهرجانات، يعني هتطلع منين امال؟ يعني انت هتطلع منين؟ في كان في فترة يعني مسائل متشابكة، يعني كان في فترة الموسيقيين بيطلعوا من الأزهر. أيوه. يعني الشيخ سلامة سلامة حجازي، الشيخ مكاوي، كل دول كانوا مشايخ، سيد درويش، كلهم طالعين من الأزهر، اتعلموا الإيقاع والسولفيج والغناء في الأزهر وطلعوا مغنيين. والمقرئين العظام دول كانوا مع باقرة، أصحاب أصوات عبقرية. أيوة. يعني دول آيات في الموسيقى. وبعدين المدارس حلت وبقت هي اللي بتطلع الموسيقيين وبتطلع المسرحيين وبتطلع كذا وبتطلع كذا. ما عندناش دلوقتي، فهنطلع منين؟